سيدي الكريم، واهلا بمديرنا، طبعا مديرنا السيد بجمع حنفي. شكرا بهيجة الحاج مجاهد سعيد عمارة، غني عن التعريف. لما نقول سعيدة نقول الحاج سعيد عمارة، يعني لا نقاش فيها ولا لبس فيها، أيقونة من أيقونات الكرة الجزائرية، صنع اسم كبير، وكذلك كان نور على كرة القدم الجزائرية بفضل توجيهاته السديدة، وكذلك بفضل كذلك النصائح اللي قدمها لكل الفرق بدون استثناء. واليوم كنا حبينا أن نكرموه بحضور السيد والي ولاية سعيدة، ولكن لارتباطاته الشخصية في مواعيد أخرى في حدود الساعة 9:30 أين ربما أننا نقدم هذا التكريم عن التكريم الرسمي الذي سيجرى بعد دقائق قليلة. إذا الحاج سعيد، واش نقول لك؟ احنا كامل واش نقدموا لك اليوم قليل فيك بزاف، قليل فيك بزاف، لأنه واش قدمت أنت واش رانا نقدموا احنا لا يساوي ولا يضاهي ما قدمته أنت في كرة القدم، وكذلك في غير كرة القدم في المجالات الأخرى كثير وكثير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نقول اللي راكم أعطيتوه لي باش جيت نعرف، مبروك كما اليوم مع خوتي كما الجماعه حاضرين بغداد ورشيد وسيرتو انت، خاطر من نهار اللي جيت ما قربونيش ايامات باه ثاني. انا ان شاء الله العربي نشكركم كثير انت والجمهور تاعك. احنا نتمنوا ان شاء الله على ربي على نهار كيما اليوم انت والجماعه اللي راهو عندنا خراف، الله يكثر منك ثاني انت. نتمنى ان شاء الله على ربي هذه الزياره تكون زياره مبروكه ان شاء الله، وهاد الشبيبه تاعنا اللي رانا هضرنا عليهم دروك في هذا الوقت، نتمنى لهم ثاني النجاح ولعائلتكم ثاني النجاح، ويكون عيد كبير ان شاء الله عليكم، راكم تستاهلوه. خاطر من الوقت اللي ندارت هاد لا ليغ الراديو ما كانتش عندنا بكري هاد الصوالح، دروك في هاد السنين اللي قربوا انت والبنات تاوعنا اللي محاضرين والرجال اللي هم دايرين، راكم كبرتوا بينا، ونتمنى ان شاء الله على ربي نحضر لكم وجهكم ثاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا تفكرني برك الحاج سعيد، تفكرني بالمرحوم الحاج حنطاز الله يرحمهم، هاشمي الجورناليست، حساني الهواري، ناس كبار كانوا مرزوقي، مرزوقي محمد، هادو كامل اللي كانوا في المحطه اللي تشرفي الله يرحمه، كاع هادو اللي ماتوا الله يرحمهم. خاطر باه نقول لك ما حقروناش ولا داروا لنا حاجه شينا، كانت عائله هاوي كانت عائله ودروك تبارك الله تاني الشبيبه اللي جايين كيما خويا اللي حاضرين لهذا الفرح كيما هكا، راكم عطينا فرصه باه نتكلموا بكل سهوله، ونبه تاني بنعاودوا تاني نشكركم، ونتمنوا ان شاء الله على ربي ديروا في الخدمه تاعكم تكونوا نتائج كبار ان شاء الله يا ان شاء الله يا واللي فيها الخير الله يجيب ان شاء الله يا ولا تكريم بسيط متواضع. الحاج سعيد، السيد سعيد سعيد عمارة بالطرف مدير إذاعة سعيدة الجهوية بجمع حنفي. تستاهل حاجة أكثر إن شاء الله يا رب، ورانا هنايا إن شاء الله يا رب، معاك نتمنى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، صح سجود صحيح صح. هذا يتم تكريم الآن مدير إذاعة سعيدة الجهوية السيد بجمعة حنفي من طرف لجنة إحياء الذاكرة وتشجيع المواهب تحت رئاسة مرابطي بغداد. الله يسترك سي مرابطي، الله يوفقكم تاني توما. كتاب حول سعيد عمارة بالمناسبة. الله يسترك الله يسترك. ما شاء الله. بالمناسبة في الغلاف تاع الكتاب كاين صورة لمكان مدرب المنتخب الوطني. راه مع لاعبين قموح وصالحي والسعيد عمر اللي كان على ديدانه، وراه على ديدانه. تم تكريم سيد مدير الإذاعة بجمع حنفي من طرف لجنة إحياء الذاكرة وتشجيع المواهب. خاطر الوقت بالك ما عطاناش هذه الفرصة بأن نتركز على خوتي كاع اللي راهم حاضرين هنا، اللي نايضين معايا من نهار اللي طحت شوية كنت شوية مريض، نايضين معايا ومبينين اللي الهدف تاعي اللي خلينا نتبعه، وهذا الهدف تاعهم والراي تاعهم اللي عطوه لي راه يساعدني، ونتمنى لهم تاني هما غير الخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
بالتوفيق. شكرا. كلمة للسيد مربطي وهو مدير أو رئيس اللجنة، لجنة إحياء الذاكرة وتشجيع المواهب بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا في من خلال هذا المنبر الإعلامي أوجه تهاني لجنة إحياء الذاكرة وتشجيع المواهب لولاية سعيدة وعلى رأسها الأب الرمز الحس سعيد عمارة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني ومدرب مولودية سعيدة ومدرب الفريق الوطني، يعني والمسيرة تاعه طويلة وطويلة جدا. إلى السيد مدير إذاعة سعيدة ومن خلاله كل الطاقم العامل من صحفيين من إداريين من عمال، ونقول لهم عام سعيد إن شاء الله، وإن شاء الله كل عام والجزائر بخير، والسلام عليكم. إذا مستمعينا الأفاضل ابقوا معنا ولا تغيروا الموجة. نذكر أنه سيكون هنالك بعد قليل أيضا الاستماع إلى حوار مسجل للدكتور عيسى بالهاشم حول دور الإذاعة في التنمية المحلية.